ومن علوم الجو مشاهدينا ننتقل إلى علوم زميلة دعاء الفياض من أسبوع المرور الخليجي اللي يواصل أنشطة. تفاصيل أكثر معها. صبحت الله بالخير يا دعاء. صبحت الله بالخير أختي حصة، وصباح جميل يجمعني بكم مشاهدينا. صباح طبعا نعزز فيه القيم عند أبنائنا الصغار ونزرعها فيهم من الصغر. طبعا أنا متواجدة في أسبوع المرور الخليجي 31 المقام في منطقة السد، وتحديدا الحين عند المنطقة اللي يعلمون فيها الأطفال مخاطر عدم وضع حزام الأمان والأهمية اللي طبعا تترتب على المحافظة على الالتزام بحزام الأمان. ورانا هني هاي السيارة واللي يخلون خلينا نقول الشباب، لأن الأطفال شوي صعبة عليهم أنهم يجربون هالشيء. الشباب يجربونها من عمر مثلا المرحلة الإعدادية والثانوية فما فوق، يجربون الدوران البطيء مع حزام الأمان، وشو ممكن تكون هذه المخاطر إذا مثلا يتخيلون أنه إذا من غير حزام الأمان شو ممكن تكون المخاطر. طبعا ومعنا الأخ هني علي السويدي اللي يستقبل طلاب المدارس ويعلمهم عن طبعا بصورة حية، طبعا دبدوب مش إنسان، إنه لو ما كان حزام الأمان موجود في حال حدوث مثلا حادث أو شيء، شنو هي ممكن تكون الإصابات اللي مترتبة، يعلمهم في حال وجوده وفي حال عدم وجوده. خلونا نتعرف عليه ونكمل معه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. اسمح لي أشاركك في هاي الفقرة، يعني أكون معك. أيوة. أنت تكلم وأنا بكون معك، بس عشان نعكس للمشاهدين شوي ردات الفعل من ضمن الأطفال وتجاوبهم معك ومشاركاتهم. تفضل وأنا معك. ها شباب، شو تعرفون عن حزام الأمان؟ يساعدنا. يساعدنا على شنو؟ على ما نطيح. إنه ما نطيح صح؟ يمسكنا في السيارة. ها بنات شو رايكم؟ صح اللي قالوه ولا لا؟ صح. إنه يحمينا صح؟ انتوا تحطون الحزام ولا ما تحطون الحزام؟ تحطون؟ ايوه. انزين انا عندي هني دبدوب شيطان ما يسمع الكلام، تبون تشوفون شو يصير فيه اللي ما يحط حزام؟ ها؟ طبعا هني عندنا الاخ علي السويدي يشرح لهم بصوره حيه مثل ما قلت لكم في حال وجود حزام الامان وفي حال عدم وجوده. جاي الحين بينزل الدبدوب، اوكي؟ يلا قولوا لي. ايش صار فيه؟ ليش طاح؟ كسر نفسه صح؟ تكسرت ضروسه بل 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 صح؟ ليش؟ كنا ما حط الحزام عشان ما يحط الحزام صح؟
شفتوا اللي ما يحط حزام شو يصير؟ طبعا نلاحظ ان تجاوب الاطفال يعني الطريقه سلسه وحلوه ومرحه. بهالطريقه الاطفال ترسخ في ذهنهم المعلومه وفي نفس الوقت يتحمسون انهم يتعلمون زياده وما يحسون بان المعلومه ثقيله عليهم وان احنا قاعدين بس ننصحهم 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 ونلعب دور الكبار عليهم. بنات شلون نحط يا قاعد الدبدوب؟ طبعا الحين الفرق بين طبعا الوضعيه الصحيحه للجلوس يشرح لهم شن هي الوضعيه الصحيحه. طبعا خلوني اكون معاهم مع الاولاد. لا 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 يلا الحين بطلع الحزام اوكي عشان يصير شاطر. الحين حطينا الدبدوب في السياره شلون احط له الحزام؟ احط له كذي؟ لا. زين نحطه هنا؟ لا. زين عند حلجه؟ لا. نحطه هنا عند صدره ولا نزلقه؟ طبعا ملاحظين تجاوب الاطفال والابتسامه اللي مرسومه على وجوههم. طبعا يعني شيء فعلا يشرح الصدر ان الواحد يشوف عياله متجاوبين ومستمتعين بهالطريقه من الصبح. وبكذي تكون المعلومه وصلت ان اهميه طبعا ربط حزام الامان بالنسبه للاطفال. انا حابه اني اطرح بعض الاسئله على الاستاذ علي السويدي. شاطرين عفية عليكم يلا صبوا حق نفسكم. او خلوني اسال حد من الاطفال، من فيكم يبي يكلمني؟ انا. تعال. شو اسمك؟ يوسف. شو اسمك؟ يوسف. يوسف شنو تعلمت من الاستاذ علي الحين؟ لازم نربط الحزام. ليش؟ عشان ما نطيح. ما نطيح. من بعد بيقول لي؟ انا. تعال تعال انت. ايش فيك؟ شو اسمك؟ عبد الله. شنو تعلمت من استاذ علي الحين؟ تعلمت اني لازم اربط الحزام حتى لو اذا سرعت لازم تربطه عشان ما تطيح. عشان ما نطيح وما نتاذى. من بعد يبي يشارك معاي؟ سعود. ايش تعلمت؟ لازم نربط الحزام عشان ما نطيح. لازم نربط الحزام عشان ما نطيح. طبعا المهم ان الرساله وصلت بالنسبه. تبي تشارك؟ يلا. شو اسمك يا حلو؟ تعال قول. نربط الحزام مثلا بعدين ما نطيع بعدين نكسر راسنا. بسم الله على راسك. طبعا تعلمنا او تعلموا الاطفال الهدف الاساسي من هالفقره او من هاي الفعاليه وهي اهميه حزام الامان. ايا كانت طبعا ردودهم بسيطه لكن المهم انه وصلتهم الفكره الاساسيه وهي اهميه حزام الامان. معنا طبعا الاستاذ علي السويدي. اهلا ومرحبا فيك. هلا والله. مرحبا. هلا اختي. عرفنا طبعا في الدور اللي انت تلعبه هني وشو مشاركات الاطفال معك. اي نعم انا الله يسلمك هني ماسك قسم الحزام الامان. تكلم عن اهميه الحزام ومدى تاثيره علينا واهميته يعني مثل ما نقول سلبياته وايجابياته في السياره. احنا هنا تبع مركز التواصل الاجتماعي موقعهم في الخور. طبعا قايمين بالدور كامل هذا برنامج اسمه درب السلامه. تكلم بشكل عام عن السلامه في السياره وغير السياره يعني بعد في الطريق. شلون تشوف تفاعل يعني انا شفت هاي الفئه العمريه جدا مستمتعين مبتسمين وهم يشوفونك. الفكره في النهايه وصلتهم ان حزام الامان مهم. يعني مع اختلاف الاجابات مثلا واحد قال عشان ما نعور راسنا عشان كذا كذا وانت ما شاء الله روحك مرحه معاهم وتعطيهم اياه بطريقه خفيفه. الاعمار اللي اكبر شنو هي الصعوبات اللي تواجهها معاهم؟ هل هم يتقبلون الفكره ام لا؟ هل يجربون السياره الثانيه؟ طبعا انا عارف ان الاعمار الكبيره هي اللي تجرب السياره. نعم هو الله يسلمك تعرفين يعني احنا قد ما نقدر نحاول نتعامل مع الفئات العمريه بشكل عام. يعني احنا في الاخير نحب نوصل رساله سامية ان اهمية الحزام مهما كان العمر كبير صغير. طبعا كل واحد نتعامل فيه مع على حسب مرحلته العمرية. يعني الشباب طبعا ما ننزل لمستواهم الدبدوب والشغلات هذه، نوصل معهم معلومات كبيرة اللي هي مثل ما تقولين المواد العلمية اكثر ونعطيهم امثلة حية ودروس عنه. نعم فمثل ما انت شايفة هني السيارة عندنا الحمراء انزين تراويج اهمية حزام الامان في حالة الانقلاب. فبعيد الشر لما تنقلب السيارة شلون الحزام يثبتنا في السيارة؟ طبعا هذه للفئات العمرية اللي أكبر شوي لأن خطورة مدى تأثير الحزام وشدته على وأتوقع أن يعني الفئات اللي أكبر يقدرون شوي يثبتون نفسهم في حال صحيح. يعني في مثل ما تقولين ستاندر ماشيين عليه أنه بحكم الحجم والطول طبعا هاي له دور كبير يعني في المشاركة في السيارة.
علي السويدي، طبعا اشكر لك مشاركتك هذه، وانت مثال فعلا للشاب القطري اللي حاب يوصل رساله جميله جدا لشبابنا. يعطيك العافيه وكل الشكر لك. عزيزتي حصة ومشاهدينا، هاي كان كل اللي عندي من أسبوع المرور 31، وقرارك ذكرني؟ نعم. قرارك إيش؟ أصنع قرارك بنفسك أو قرارك بنفسك؟ المهم إن قرارك بيدك، والكلمة عندك أختي في الاستوديو. شكراً دعاء، ومصيرك يحدد قرارك. هذا هو الشعار الخاص بأسبوع المرور اللي ما توقف أنشطة فقط في حدود موقع الفعاليات، لكنها طريقة وأسلوب وثقافة معينة هي اللي تنتقل إلى الأجيال الجديدة مثل ما شفناها. وفي هذا الإطار عندنا نظمت مدرسة صفية بنت عبد المطلب للبنات يوم خاص بالسلامة المرورية، نشوفه في هذا التقرير. تزامناً مع انطلاق فعاليات أسبوع المرور، نظمت مدرسة وروضة صفية بنت عبد المطلب الابتدائية للبنات بالتعاون مع الشرطة المرورية يوم خاص بالسلامة المرورية، شمل فعاليات تنوعت بين التثقيفية والترفيهية بهدف تعزيز ثقافة الوعي المروري لدى الطلاب. وتأتي هذه الفعاليات في إطار برنامج التوعية في المدارس التي تشارك فيها إدارة الشرطة المجتمعية، يشمل جميع المراحل الدراسية، بهدف نشر الوعي المروري وتوفير السلامة لطلاب المدارس والحد من السلوكيات المرورية الخاطئة التي يقوم بها بعض الطلاب، وحث المدارس على إنشاء لجان وأصدقاء السلامة المرورية. تقوم إدارة المرور في قطر بجهود مكثفة من أجل تعزيز السلامة المرورية من خلال تبني الخطط والبرامج والإجراءات الوقائية لضمان سلامة الإنسان وممتلكاته. الهدف من الأسبوع المروري يوعينا بالسلامة المرورية ويرشدنا بعد ويعلمنا إرشادات السلامة المرورية، وقمنا بافتتاح حديقة المرورية لعبنا فيها وكان محطوط فيه سيارات واجدة، تعلمنا كيفية إن إحنا نسوق في الشارع بطريقة آمنة وسليمة. تعلمت من هذا الأسبوع، أسبوع السلامة المرورية، أنه يوعي الطلاب والمجتمع على السلامة في الطريق. أسبوع المرور قام توعية الطلاب والمجتمع كعام، توعيتهم تقليل من السرعة والحوادث والسلامة المرورية. تتواصل الجهود المشتركة بين الإدارة العامة للمرور والمجلس الأعلى للتعليم لتعزيز الإطار التربوي المروري الخاص بالمدارس، والذي تم تدشينه منذ سنتين تقريباً بهدف زرع القيم المرورية في النشء. ومن أسبوع المرور إلى معرض ملول اللي وصل إلى محطته الأخيرة منذ افتتاحه في 15 من شهر ديسمبر الماضي. كاميرا ريان بتاخذنا في جولة في معرض ملول، وبالتحديد في معرض الأسر المنتجة في آخر أيامها للجمهور. شوفه. اختتم معرض الأسر المنتجة الخامس، والذي أقيم تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، فعالياته بمعرض ما الأول بمركز الدوحة للمعارض، والذي يقام سنويا بهدف إبراز الإبداعات الوطنية المنتجة. هذا المعرض يقام سنويا من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة شؤون الأسر المنتجة، وهذا المعرض في النسخة الخامسة هذا العام. بلغ عدد الأسر المنتجة المشاركة في المعرض حوالي 60 أسرة من خلال منتجات متنوعة ومختلفة تضم كافة احتياجات البيت القطري والمعروضات الخاصة بالأسرة والمرأة والطفل والمجتمع، من بينها العبايات وملابس السيدات والإكسسوارات المتنوعة والمجوهرات والعطور والحلويات والمأكولات الشعبية. الإقبال حقيقة جيد جدا في البدايات، في بداية المعرض، وفي الأواخر طبعا الإقبال زاد على المعرض. عندنا إقبال من جهة المدارس، إقبال جيد وجدا حقيقة من البنين والبنات ومن جميع المراحل.
كما كان هنالك مشاركة لستة مدارس للبنين والبنات والتي شاركت للمرة الثالثة ضمن برنامج المستثمر الصغير الخاص بالإدارة، وهو من البرامج التدريبية التي تهدف إلى البحث عن القدرات الإنتاجية والإبداعية للطلاب في مجال الإنتاج للاستثمار مستقبلاً لتحقيق مجتمع من خلال دعم الأفكار الصغيرة وإتاحة الفرصة لقياس مدى نجاحها بإتاحة المجال لتطبيقها في المحيط الخارجي ودعمها. تهدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال هذا النوع من المعارض على توفير كافة أنواع الدعم للأسر المنتجة على مدار العام، وتشجيعهم على العمل الحر وإكسابهم إدارة خبرات جديدة ومهن بديلة من خلال المشغولات والأعمال اليدوية. إذن مشاهدينا فقراتنا تتواصل، فاصل قصير ومن بعده نكمل ما تبقى من فقراتنا، انتظرونا.